بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نبدأ البحث في ذكر ما قاله الكوثري لابن القيم في تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم في تكملة الرد على نونية ابن القيم. قال الكوثري رحمه الله: أن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلا وصراخا باسم السنة في كتابه هذا، يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث، وأنه في تلك الحالة نفسها في صدى التلبيس ودس شنيعين، وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية. وفي رسالة الذهبي لابن تيمية واتهام ابن تيمية بالزندقة واتهام اتباع ابن تيمية بالزندقة، قال له: يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال، والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. وكان الكلام في الأسطورة 35 الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الأمر 7 الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكا والمؤامرة، وصلنا إلى النقطة 4 هولاكا وجينكس خان والمغول والتتار، وكان الكلام في موارد، وصلنا إلى المورد 5 الذهبي سيرة أعلام النبلاء الجزء 16 الكتاب 16 المجلد 16 من صفحة 379 إلى صفحة 385. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن يقول الذهبي: المستعصم الخليفة الشهيد واستخلف 40 وكان يلعب بالحمام وفيه حرص وتوان، وفي 41 و600 عاثت الخوارزمية بقرى الشام وصالحت التتار صاحب الروم على 1000 دينار، التتار صالحوا صاحب الروم وصالحت التتار صاحب الروم على 1000 دينار وفرس ومملوك وجارية في كل نهار. أقول الخوارزمية ليسوا شيعة ولا روافض، وليس معهم ابن العلقمي الشيعي، فهل هم أبناء علاقم تيمية؟ أبناء تيمية، أو حركهم ابن علقمي تيمية فخرب بلاد المسلمين بأيديهم، فخربوا بلاد المسلمين وقتلوا وسبوا وأسروا المسلمين وأسروا العباد المسلمين، وصالحت التتار صاحب الروم على 1000 دينار، أي التتار صالحوا صاحب الروم، صالحوا السلطان المسلم صاحب الروم، صالحه على أي شيء؟ على 1000 دينار وفرس ومملوك وجارية في كل نهار. ففي الوقت الذي خربوا قد خربوا فيه بلاد المسلمين وقتلوا وسبوا وأسروا العباد المسلمين، فإنه قد صالح التتار وصاروا يدفعون لهم الجزية بكل ذلة وهوان وصغار، أي بدل الدفاع عن المسلمين وحياضهم وأراضيهم وأعراضهم وأرواحهم، فإن أبناء التيمية قد ذلوا أنفسهم للتتار ودفعوا لهم الجزية. فإذا كانت الأحكام حسب منهج ابن تيمية والمنهج التيمي قد تغيرت من دفع المشركين غير المسلمين أهل الكتاب الكفار من دفعهم الجزية إلى المسلمين، تغيرت أحكام ابن تيمية، تغيرت أحكام الإسلام على يد المنهج التيمي، فصار أئمة وخلفاء المسلمين هم من يدفع الجزية إلى الكفار ولعشرات السنين ولمئات السنين. إذن فأي جزية الآن يتحدث عنها ويقول بها ويجرم بها الدواعش المارقة أبناء تيمية؟ ليفهموا ليصل إليهم
أن ابن تيمية قد غير المنهج، قد غير الأحكام، فصار المسلم هو الذي يدفع الجزية لغير المسلم، وهم من أتباع ابن تيمية وعلى المنهج التيمي وعلى منهج أبناء التيمية، فأي جزية يتحدثون عنها في هذا العصر؟ يخمل الذهبي يقول: ودخلت الفرنج القدس ورش الخمر على الصخرة، ودخلت الفرنج القدس ورش الخمر على الصخرة، وذبحوا عندها خنزيرا وكسروا منها شقفة. سبحان الله، أين خليفة المسلمين؟ وأين حكام وملوك وسلاطين الدولة الصلاحية القدسية مما وقع على القدس والبيت المقدس؟ وفي سنة 42، لاحظ كيف نسير مع الأحداث من سنة إلى سنة أخرى حسب ما نحتاج من مقتبس يخص البحث.